مساء الخير يا ست هاني. تعالي يا وديه تخش. ادخلي ادخلي يا سناء. تعالي يا سيدي جبران. اقعدي. اشتغلتي قبل كده؟ لا صراحة ربنا لا، دي أول مرة. بس إيه، أمينة ونظيفة وعلى مسؤوليتي. طب بصي، أنا عايشة لوحدي أنا وجوزي وما عنديش أولاد، بس أنا هخليكي تيجي كل يوم تروقي الشقة وتطبخي، وعلى الساعة 5 كده تكوني مروحة. إن شاء الله هتتبسطي مني قوي يا ست هاني. إن شاء الله هديها 400 جنيه ولو عجبني شغلك هبسطك. ربنا يخليكي لينا يا ست هاني. بصي بقى، هتيجي من بكرة الساعة 7 علشان أعرفك هتعملي إيه قبل ما أنزل أروح الشغل. الساعة 7 بالثانية هتبقى عندك. يلا بينا يا سناء. استني يا ولادي، استني. خدي يا ولادي. ست هاني مخيرك مغرقني. ما تقوليش كده يا ولادي، انت بتتعبي معانا. اللي هيخليك. شكرا قوي يا ست هاني، ربنا يخليك لينا. اقفلي الباب وراكي يا ولادي. حاضر يا ست هاني. السلام عليكم ست هاني. الشاي يا دكتور، كده يبقى 9 شاي. انت عندك وروح انت غرفه ستين خراره، انت هتعد علينا الدراسه. كمان 9 شاي ده كلام برضو. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتك كتيره ونهت كمان، يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي، ده كل اللي انا باخده ب 50 مللي. بس بتاخد كل يوم يا بابا، وهو ده الخطر. الله جلالك يا تامر، يا اخي ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك ولا تشوف انت عايز ايه؟ انت عايزين مني ايه؟ حاضر. هلا احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثة. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبة، كل يوم جايبة اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامدة حبتين. يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد، ويا ريت نافع. ما تبصش انت ليه بقى يا سبع، ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش بال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتها. عشان كده يمكن ده اللي خلاني خايف، مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم ده النسوان فار، كل واحده عايزه تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. اه المساواه، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستن، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجه، النسوان هي اللي بقت مفتريه. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحده متجوزه واحد ومحتكراه، مع ان الحكومه مانعه الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحده واثنين وثلاثه، مش هيبقى في عوانس في البلد. الله يا فكره. طب بس ازاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه بالجزمه عليا اليمين، اللي انا متجوز. انا بقول ايه؟ اوعى تخش يا معلم. على الباب اهو، الباب اهو. Thank you.
ليلى. ليلى ايه يا بنتي؟ بقالي ساعه بنادي عليكي، سرحانه في ايه؟ مفيش يا ماما، كان نفسي اربيها يا ماما. ياه، هنرجع للحكايه دي تاني؟ حاسه ان ربنا بعتلي بنت يعوضني بيه عن العيال وانا رفضت. طب ده كانوا قالوا انها بنت كنت مش عايزه تقولي. انا مش عايزاك تجيبي سيره الموضوع ده تاني خالص ولا تفتحيه. يلا يلا قومي، في فيلم حلو في التلفزيون، يلا قومي عشان نتفرج عليه. لا انا حنام، تصبحي على خير. براحتك، وانت من اهله يا بنتي. تعالي تعالي، قلتي لي اسمك ايه؟ خدمتك سناء. تعالي يا سناء. حاضر. اقول لك هتعملي ايه؟ هتسلقي اللحمه دي وتعملي رز ابيض وشويه بطاطس. ها؟ حاضر يا ست هاني، حاضر. ده بعد ما تروقي الشقه، عايزه اشوف شغلك. طبعا ان شاء الله هتتبسطي مني قوي يا ست هاني. استاذ ممدوح لما يصحى تعملي له قهوه مظبوط. حاضر. من عيني. عيني يا ست هاني. وبيتي كان هنا فين؟ اهو. طب يلا بقى روحي المطبخ، تعرفي على مكان البن والسكر وعيشي حياتك بقى. ماشي. صباح الفل يا جمال. صباح الفل يا حبيبي. اتفضل. صباح الفل يا واد. الو. ايوه بيت، انت فين يا ابا؟ رصيدي خلص. خدك على المحل يا واد. يلا فين انت بتشتغل؟ ورقه اهو. ايه الحته ما انت خدت شحنته امبارح؟ صباح الفل يا نيل. انا بيت ما تلغيش، احسن انا مصدع وتعبان معاك الشغل. خد يا نيل. فين يا صباح الفل. خد هذا الدواء واشقلب في الهواء. ابويا يا بيت. ايه؟ طبعا يا نيل. خلص شغله وكلمني يا نيل. السلام عليكم يا عمو. سلام اخويا. الواد ده كان بيعمل ايه هنا يالا؟ ولا حاجة يا ابو، ده كان جاي بس كده بيسلم عليا. اتفضل يا ابو. سلم عليك. صباح الفل يا ابو. الواد ده بيشم كل تعبت عنه خالص. لا خلاص بطل يا ابو، دلوقتي بيضرب وشاب كده خفيف. تتهرج معايا روح امك، بقول لك تعبت عنه يبقى تعبت عنه. حاضر يا ابو. حاضر. يلا روح الورشة. ان شاء الله. اسمع انا. خد الشنطة اللي هناك دي وديها لعمك سيد. حاضر. قول له هي دي العدة اللي طالبها اللص حالا. حاضر. ما تحرك يا لما انا ما تكلمنيش ليه على الصبح. ماشي. طب حاطط الشنطة دي ايه يا ابا؟ يا عم شيل واتسهلك. ها؟ ربنا يستر ان شاء الله. خلي بالك اخواتك بنت سعاد. خفش يا عينيك. امسك يا حزه، ابويا بعت لك دي. ايه دي؟ دي الشنطه اللي راح الحامل. سلم على ابوك. يلا اتكل انت. الف سلامه يا عم سعيد. الله يسلمك. تروح سعيد. شكرا يا سعيد. الله يكرمك. اركب يا بارك. ركبنا يا سيدي. انت في حد جاي معاك المطار؟ انت؟ انا؟ ايوه. خش جوه يا بنت. يلا يا اسطى. على السلامه يا ابا. الله يسلمك يا سعيد. روحي بقى دلوقتي. كلمني يا سعيد. ان شاء الله اللي هو نصيبه هادي. واتغدى يا اخويا وكل كويس. هو في اكل بعد اكلك هادي. ربنا يخليك يا سيدي. يلا يا اسطى. ما تغبرش بقى. يلا بقى اشبعك. خش جوه يا بنت. اشبعك يا واد. ما تحترم نفسك يالا. الله ما حدين يرفض. شبيه يا سيدي. بتنزل بس بنتي. مع السلامه يا ابا.